إنها عرسال البقاعية النبض، تثبت من خلال هذا الحدث الذي ضم العشرات من العرساليين، معظمهم متطوع في جمعية جسور النور، وذلك للمشاركة في تكوين العلم اللبناني على تلال عرسال، تثبت بأنها لبنانية 100%، غير تابعة لأي تنظيم أو حركة، لا تقبل بأي طرف يحكمها سوى دولة العلم اللبناني، كما وترفض المساس بأمنها وبانتمائها للجمهورية اللبنانية، وتطالب الدولة تحمل مسؤولياتها في حماية أراضيها وتوفير الأمن للمواطنين.